شهدت المولات والسلاسل والمحلات التجارية والمطاعم الكبرى المشاركة في فعاليات الاحتفال بثورة 30 يونيو في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية أجواء احتفالية وفرحة كبيرة. يوم جميل ذكرى 30/6، محلات كتير عاملة عروض، مش محلات سوبر ماركت بس ولا محلات أكل بس، لا دي محلات براندات كبيرة. كل سنة في 30/6 الحمد لله المحلات كلها بتتضامن مع بعضها وبتعمل خصومات كويسة، وفرصة العيلة المصرية كلها تخرج وتشتري الحقيقة حاجات اللي هي عايزاها. أنا كنت بستني طبعا بشغف إن أنا أنزل عشان أستفاد بالعروض دي كلها، وأنا عارف إن العروض دي بتعمل تخفيضات في أماكن كتيرة جدا. الفعالية التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع هذه الكيانات الكبرى بمناسبة الاحتفاء بثورة 30 يونيو شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على المشاركة والاحتفاء في كافة أنحاء الجمهورية. شعب وقيادة وشرطة، إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، استنى اليوم ده من السنة للسنة، لأنه يعني بيبقى يوم بيفكرنا بتاريخ جميل، وفي نفس الوقت بيبقى فيه تخفيضات جميلة والناس كلها بتبقى محتاج بده، وأنا شخصيا اليوم ده بستناه وببقى مبسوط بيه. النهاردة يوم جميل لذيذ، متعودين كل سنة ننزل اليوم ده، بيبقى فيه بهجة وفرحة في الشوارع، وكده الناس كلها بتنزل والناس كلها بتتبسط في الشارع، بيكون فيه تخفيضات حلوة. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا على الحملة اللي عاملها اليوم ده بالذات، اللي بيرسل ناس كتير في الشارع. الأسعار كلها هايلة بصراحة، وبشكر وزارة الداخلية وزارة الرئيس على المبادرة الجميلة دي. من أول ما دخلت صراحة والأجواء كانت رهيبة، الأغاني اللي كانت شغالة كانت تحفة، المول السيلز فيه رهيبة 50%، والمحلات كلها كمان الأجواء بتاعتها كانت حلوة، فيه مشغل أغاني وكل حاجة كانت حلوة النهاردة ومختلفة صراحة. ترحيب كبير من المواطنين بالمبادرة في ظل ما تطرحه من تخفيضات كبيرة وعروض خاصة على المنتجات والمعروضات المتنوعة غير المسبوقة طوال اليوم. شفت المحلات كلها النهاردة عاملة ديسكاونت بسبب 30/6، وبحب أشكر الرئيس طبعا على اليوم الحلو ده، ومفيش تقريبا محل مش عامل الديسكاونت. شكرا لسيادة الرئيس على المبادرة الجميلة دي، وكل سنة وحضرتك طيب. مبادرة كلنا واحد موجودة، بنشكرك عليها يا رئيس، وبنقول لك كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت بخير، كل سنة وانت واخدنا لقدام ومحقق لنا كل اللي احنا عايزينه بإذن الله. بجد شكرا جدا لحضرتك يا رئيس، بجد كل سنة وحياتك طيب وكل عيد وانت معانا. 62 مولا تجاريا و111 سلسلة مطاعم وكافيهات بإجمالي 824 فرعا و44 سلسلة تجارية لبيع الحلوى بإجمالي 349 فرعا، إضافة إلى 55 كيانا صناعيا بإجمالي 632 فرعا على مستوى الجمهورية مشاركة في المبادرة، وموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية قدموا عروضا خاصة ومفاجآت للمواطنين على منتجاتهم وخدماتهم. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة، احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. انا جاي النهاردة انا وولادي بنحتفل بمناسبة 30/6، وفي عروض وخصومات جميلة جدا. بجد الاسعار فرقت معانا والتخفيضات فرقت معانا، وبنشكر الصراحة يعني سيادة الرئيس وزارة الداخلية على العروض وعلى الاحتفالات الجميلة اللي احنا شايفينها النهاردة. انا اصلا فعلا النهاردة نزل مخصوص عشان خاطر المبادرة بتاعت كلنا واحد اللي هي بمناسبة 30/6، فانا صراحة حابب اشكر سيادة الرئيس واشكر وزارة الداخلية على ان هم بيشاركوا مع المحلات مع المولات في ان هم يعملوا خصم حقيقي ويعملوا مشاركة اجتماعية حقيقية للشعب. حاسس ان هي هتفرق معاهم كويس قوي، وخاصه لو استمرت كمان طول الاجازه دي على الاقل. بس لقينا كل التخفيضات كويسه جدا، ولقينا المحلات كلها عامله مبادره كلنا واحد، ودعم لسياده الرئيس والدعم ل 30/6. احنا بنتمنى ان يبقى كل المحلات وكل الشركات دي كلها تبقى يوميا في احتفالات، احنا بنتمنى ان 30/6 تبقى كل يوم. كل حاجه مبهجه، كل حاجه جميله حقيقي، انبسطنا جدا، فرحنا جدا، حسينا بالعيد، خصومات موجودة، محلات جميلة، عروض موجودة جميلة، البهجة والفرحة على وشوش الناس كلها، وكلنا مبسوطين
كلنا مبسوطين وسعداء باليوم ده، ربنا يعيدوا علينا يا رب باليوم من الخير. هذه العروض والاحتفالات تؤكد حرص وزارة الداخلية على الاحتفال مع المواطنين بهذه المناسبة الغالية والوطنية الخالدة التي أثلجت صدورهم وأدخلت البهجة في نفوسهم، وأكدت على أهمية الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية في دعم ومساندة المواطنين. عايزة أقول النهاردة للرئيس سنة وأنت طيب، وكل سنة ومصر كلها طيبة، وكل سنة واحدة بنحتفل مع بعض. بيقول له كل سنة طيب بالنسبة 30/6، وإحنا مش هننسى كبيره أبداً إن هو ضحى ووقف مع الشعب المصري ونفذ إرادته وكلمته في طلبه في إن هو يكون موجود معانا. شكراً بجد على كل حاجة، وربنا يقدرك ودايماً نتطور أكتر ونعدي بكل حاجة صعبة إن شاء الله مع بعض كلنا. الحقيقة النهاردة احنا انبسطنا جداً لما احتفلنا بيوم 30/6 وخرجنا أولادنا وفسحنا معاهم. اليوم هايل ومليان مفاجآت وعروض، واشترينا حاجات كتير جداً عليها خصومات واتغدينا كمان. فنتمنى السنة كلها الحقيقة تبقى 30/6، وكل سنة وكل مصر بخير يا رب، ومتقدم لتقدم إن شاء الله. واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح القلب، احنا اللي بنلبيه في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب.